فبالذنب يشارك المسلم وجوبا في اداء هذه الشهاده، فيشهد بما يعرف ولا يتخذ سلبيته دليلا على سموه هو وعلى هبوط الاخرين. ولو ان معطى الدين وظف مثلا في الاقناع بان المواطن قد اعطى عهدا للدوله والمجتمع موثقا باحترام قانون السير حينما طلب رخصه السير السياقه واجاب عن السلامه وجهت اليه من اجل الحصول على تلك الرخصه، فكان بذلك مكلفا بالوفاء بالعهد على احترام قانون السير بموجب قول الله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وحين لا تسير عمليه مكافحه حوادث السير مسارا اخر اجدى وانفع. ومن اسباب مؤديه الى خشوب ثقافه السلبيه والانسحاب وجود ثقافه رسختها فينا منذ زمن طويل عده مقولات كان السلبيون يضخونها في المناخ الثقافي، وقد عبرت تلك الثقافه عن نفسها باقوال ناصحه من مثل قولهم: سبق لم يتفتح ومش ما عرفش، وقالوا ستفهمك الكوشه التي يدخلها النار فمها، ادخل صلب راسك، كل شهاده تعلق بكرائها. وتوجد في منظومة مأثورة الشعبية رسالة قوية بمثل هذه النصائح الداعية للسلبية والانسحاب والهروب من المجتمع. وقد كانت هذه المقولات التي نشأت وانتشرت في زمن التراجع الحضاري والتخلف الفكري والجهل بحقيقة الدين نقيضة ثقافية لثقافة التضامن التي عاش بها المجتمع المغربي المسلم، وأفرز على هامش عادات جيدة من تهاجم التواصل. وإلى جانب هذه الثقافة الشعبية المتخاذلة هناك ثقافة أخرى عديدة ليست أقل سلبية من سابقتها، وهي ثقافة اتجهت إلى تركيز الفردانية وإلى الاستعلاء على المجتمع وإلى احتقار ثقافته وقيمه ومفاهيمه وإلى مخاصمة تاريخه، فخرجت عليه بمفاجآت وسلوكات صادمة من شأنها أن تحدث القطيعة بين الأجيال وتحدث فجوة تعوق انتشار ثقافة المواطنة. ومن الأسباب التي أفضت إلى توهين سلف المواطن الوطني ما خلقت البرامج التعليمية والتربوية للفراغ المعرفيين